يا وجه جدي يا نبيا ما ابتسم، من أي قبر جئت ولبست قنبازا بلون دم عتيق فوق صخرة وعباءة في لون حفرة؟ يا وجه جدي يا نبيا ما ابتسم، من أي قبر جئتني لتحيلني تمثال سم؟ الدين أكبر، لم أبع شبرا ولم أخضع لضيم، لكنهم رقصوا وغنوا فوق قبرك فالتنم. صاح أنا، صاح أنا، صاح أنا حتى العدم. الصهاينة بيخافوا من الكلمة الصادقة أكتر ما بيخافوا من الرصاصة. بتذكر يا أحمد الحاكم العسكري تبع دير الأسد؟ الله لا يوجه لهم الخير. كان اسمه دوف، يعني حمامي. حوينت هالاسم فيه، كان لازم يسموه غراب البين، الله يقطعه ويقطع نسله. محمود، أهلين يابا. أهلين يابا. تعالوا اقعد جنبي يابا، اقعد جنبي. كيفك يابا؟ الحمد لله يابا، ماشي الحال. لا يابا، ماشي الحال مش مقبولة منك، أنت منيح ومنيح كتير كمان. كنت أفوت أسلم يردوا علي ونونة، بس بعد ما سمعوا بالراديو القصيدة اللي كتبتها أنت عني صرت أهم من المختار. بتعرف يابا، بعد ما راحت الأرض راحت كرامتي معها، وأنت بتعرف إنه جدك الله يرحمه مات طقيق وهو عم يتفرج على الأرض من بعيد. أنت يابا رجعت لي كرامتي، يعني كأنك رجعت لي المروي. أنا ما سمعتش القصيدة اللي كتبتها أنت عني، وما بظنش إني أفهمها حتى لو سمعتها، بس مع هيك بتمنى إني أسمعها منك إسا. أحمد أعطيني هالمرحلة. أبي غض طرفا عن القمر وانحنى يحفر التراب وصلى لسماء بلا مطر ونهاني عن السفر. أشعل البرق أودية كان فيها أبي يربي الحجار من قديم ويزرع الأشجار، جلده يندف الندى، يده تورق الشجر، فبكى الأفق أغنية، وأبي قال مرة حين صلى على حجر غض طرفا عن القمر واحذر البحر والسفر. خلق الجرح لي أنا لا لميت ولا صنم، فدعي الجرح والألم وأعني على الندم. مر في الأفق كوكب وكان قميصي بين نار وريح، وعيوني تفكر برسوم على التراب، وأبي
قال مرة: الذي ما له وطن، ما له في الثرى ضريح، ونهاني عن السفر. كأنه هرب الواطي، كأنه حس إيش ناويين عليه. يلا ليه خلصنا منه، أحسن ما نتلف فيه. قديش حاولنا نستدرجه يا زلمة، ما درناش، يخرب بيته إلا ما يقع مرة ثانية. إيش بدي أقول لك؟ طب أنا خبرته لمحمود مشان هذا اللقط اللي زارعينه بالمكتب. بكرة عندي محكمة، يمكن اتأخر. إذا أجي سميح بغيابي حاولوا طلعوا برات المكتب وتخبروا. طيب يا رفيق، ليش ما منشيل هذا الميكروفون نحن أو منخربه بالمرة؟ لا يا زلمة، إذا أمناه أو خربناه راح يحسوا علينا، وبالتالي راح يلاقوا ألف وسيلة لحتى يتجسسوا علينا. إحنا أنا مصلحة بأنه يظل الميكروفون، لأنه فينا نوصل المعلومة اللي بدنا إياها. مزبوط ولا لا؟ آه معك حق. يلا نرجع يا زلمة، يلا تفضل تفضل. أحمد، أنت صديقي وأخي الكبير، وبهمني أعرف رأيك بالموضوع. أنا بتمنى أنك تعفيني من إبداء رأيي بهي المسألة. شوف يا محمود. صباح الخير. صباح الخيرات. قول صباح المغسل الكلوي، صباح تقطيع المصارين. خير، إيش مالك؟ يا أخي، في مقالات تتلقاها روحك زي النسمة بز الشوب، وفي مقالات رأيتها أصعب من تكسير الزلط. أكيد هاي مقالة صاحبنا، مش هيك؟ نعم صاحبنا. ترى أنا ما عم بفهم، زلمة محترم وكويس، يعني ضروري يعمل كاتب غصبا عن الطبيعة؟ بس في ناس عم تستنى مقالاته. خلصنا عاد. تعرف إيش هي أم الكوارث اللي عم تنزل عروسنا؟ تفضل يا سيدي قول. أم الكوارث يا سيدي هي الإنشاء، وبحضور الإنشاء بغيب العقل، ولما يغيب العقل هو أم الكوارث اللي بتنزل عروسها الأمة. بهاي معك حق فعلا. يا رجل، بعد كل اللي صار واللي عم يصير لسه في ناس تكتب إنشاء سقيمة؟ بس في لغة جديدة إسه عم تتكون برا، ما فيهاش إنشاء أبدا. مزبوط، ما هي هي اللغة الوحيدة المفهومة بعد ما كتروا العلاكين. صباح الخير. يا صباح الخيرات. يا سميح، قل لي كيف كان عيد مع الأهل؟ كان ممتاز، الوالدة حشتني أكل، زدت 5 كيلو بثلاث أيام. خاطرك يابا. الله معك يابا. دعي لي يما. روح يما، الله يوقف لك أولاد الحلال ويعمي عنك عيون الظالمين. لا لا لا، أنا رح أروح لحالي. أحمد، الموضوع اللي حكيناه خليه بيناتنا. طمن. روتسي داركون. أتم لون خلال أتم بسيكور 40:8 أتم استنين إن خاص خوف بدكو أخرى. شرف يا أستاذ. هات يا سيدي. الفاشوش في حكم قرقوش. ايش العنوان الغريب هذا يا زلمه؟ هذا عنوان مقتبس من كتاب ابن مماتي رحمه الله. شو حكم موظف سخيخ؟ انت متسلل مش مواطن، ما في دركون. اذا كان صعب انه يعطوني جواز سفر، فارجو تعطيهم تعليمات يعطوني اذن مرور. لسي باسي. عندك شهادة إكامة؟ عندي بطاقة تعريف. حسب هذه مذكرة لا أقدر أنا أعطيك إذن مرور. لا، أنا مواطن
ولا أنا مقيم، لا أنا موجود ولا غائب. يعني إذا في إمكانية تجيبوا لي خبير بالفلسفة مشان أشرح له أني أنا موجود. ما في داعي خكي. عم تسمعني؟ يعني أنا موجود. أنت موجود جسم، بالنسبة لدولة أنت مش موجود. شوف بطاقتي، أنا مولود بالبروة قضاء عكا 13 مارس 1941. يعني أنا موجود قبل الدولة اللي عم تلفي وجودي. مش أنا بكرر، قرار عند لجنة. جيب لي طلب تاني مشان جواز مرور وأنا بعطي للجنة مختص. أهلا ريتا، كيفك سميخ؟ الحمد لله. بتعرف وين محمود؟ محمود بزيارة عند أهله، وبعد 3 ساعة لازم يروح على المغفر لحتى يثبت وجود. يلا نفاجئه هناك. تعال تعال. بصفتك محامي قبل ما تكون صحفي، ايش رأيك بهالمسخرة؟ هالمسخرة يا صديقي هي حياتنا وكان الحالمين. بشوف القانون هو وعاء للحق والعدل، بس القانون بكل مكان هو وعاء لرغبات المتحكمين برقاب المحكومين، بفصلوه على قياسهم وحسب رغباتهم. وبالنسبة لنا نحن الشعب الفلسطيني اللي تحت الاحتلال يا محمود، وضعنا أسوأ من أي وضع تاني، لأنه عدونا قوي ولئيم ونحن ضعفة وما لنا لا حول ولا قوة. كلامك صحيح تماما. الوهم لما بتتوفر له أسباب القوة بيتحول لواقع، وهيك صاروا عم يصير البلاد. لكن في حدا بيظن أنه أسطورة مليئة بالتناقضات بتتحول لدولة؟ صارت 4 دقائق. فوت اثبت وجود أحسن ما يعملوا لك مشكلة. بدي أطلع ألاقيك هون؟ لا، أنا بيت أختي بآخر هالدخلة، بدي أمر أشرب عندها فنجان قهوة. بشوفك بكرة. مع السلامة. خاطرك يا محمود. ريتا، نحن من أول ما طلعنا أنت ما حكيتيش ولا كلمة. مش عارفة إيش بدي أقول لك، بس مقهورة كتير من محمود. ولا يهم، أنا هلأ لما بدي أشوفه بدي أعمل له فرك الدان. اضحكي. أهلين. حضر حالك، عندك علقة مرتبة. فشرت. كنت خابة أطمن عليك، بس خلص صار لازم روح على البيت. طولي بالي، أنا اللي رايح أروح على البيت. البنت معها حق دير بالك عليها. بشوفك بالليل بخاطركم. آسف. لا، أنا اللي آسف. آسفة إني خايفة عليك، خايفة عليك من شلومه ومن الشرطة ومن تصرفاتك الطايشة. كيف بتسمح لنفسك إنك تختفي فجأة هيك بدون ما تخبرني؟ الوقت كان ضيق والكل معطل. الكل كانوا بعطلة؟ حتى مدام زيميتس كمان كانت بعطلة؟ يعني ما كنتش بتقدر تترك لي خبر عندها؟ صديني، ما خطر لي إلا وأنا بنص الطريق لعندها. آه، ما خطر لك، بس أنا بيخطر لي وبضل أفكر فيك. وأنا بحبك كمان وبموت فيك، والحب ما في كتير ولا قليل. عشان ترضي وتبطلي هالتكشيرة، اسمعي ايش كتبت. ماذا يثير الناس لو سرنا على ضوء النهار، وحملت عنك حقيبة اليد، وأخذت ثغرك عند زاوية الجدار، وقطفت قبلة عيناك، أحلم أن أرى عينيك يوما تنعسان، فأرى هدوء البحر عند شروق شفتيك. ماذا يغيظ الليل لو أوقدت عندي شمعتين، ورأيت وجهك حين يغسله الشعاع؟
من بئر مأساتي أنادي مقلتيك كي تحمل خمر الضياء إلى عروقي. ماذا يثير الناس لو ألقيت رأسي في يديك وطويت خسرك في الطريق؟ إن مصر التي فرض عليها القتال أيها الإخوة، لقد فرض علينا القتال أيها الإخوة، ولكن باسم شعب مصر، باسمكم جميعا، أعلن للعالم أجمع أنه لن يوجد من يفرض علينا الاسلام. سلام. إذا فرض علينا القتال فإننا نقاتل. إيش بيقول عبد الناصر؟ ما أعرف، يمكن أقرب بدهم هرب. حبيبي كتب علينا. إيش عرفك؟ الناس في شمول ريحة خطر، مش شايف في الشوارع ما فيهاش حدا؟ ونحن ننادي بالسلام، لابد أن نقاتل. الشيء اللي ما عم بقدر أفهمه بأنه ليش واحد إسرائيلي ما بفهم عربي بيقعد بيسمع على خطاب لعبد الناصر؟ يمكن حابب يتعرف على خوفه من خلال التعرف على صوت مصدر. مالك؟ أفوض اللي صار يرفع حالتك المعنوية. بصراحة يا صديقي أنا قلبي منقبل وماني شايف إنه في شيء بدعي لأنه ترتفع روحي المعنوية. سميح، إيش في؟ عندك معلومات ما بنعرفها؟ لا، أنا ما عندي معلومات أنت ما بتعرفها، بس أنت بتعرف بأنه الإسرائيلي لما بده يحكي بيحكي بصوت واطي، بيحمل عصاية هلقد هيك ضخمة، أما نحن نحكي بصوت عالي وبنكون مجردين من السلاح، يعني عزة. حيلك حيلك حيلك، إيش مناسبة هالكلام اللي بيهد المعنويات؟ اليوم قبل ما أطلع من البيت سمعت خبر بالراديو خلاني أشعر بالانقباض. حول إيش؟ حول المؤتمر الصحفي اللي عمله اليوم الشقيري بفندق الامباسيدر بحي الشيخ جراح بالقدس. إيش قال؟ توعد العضو الصهيوني بالويل وحكى عن لقاء مقترب بين الجيش الأردني والجيش المصري بتل أبيب، وقال إيش؟ إنه لن يمانع في نقل من سيتبقى من الإسرائيليين لإجلائهم بالسفن التي ستأتي من أوروبا وأمريكا. وهالكلام يا صديقي بيشبه الكلام اللي قبله، ما احنا شفنا ايش صار وايش راح يصير. جماعتنا بيفكروا انه الكلام ما عليه جمرك، بس انت وانا بنعرف بانه عليه جمرك، وجمركه صعب كتير، هو ارواحه اوطان. بس يا سميح، هالمرة اليهود خايفين فعلا. سمعت عن نكتة عم يتداولوها اليهود عن يافطة معلقة بمطار اللد بتقول على المسافر الاخير اطفاء النور. ما في أخطر من بيع الأوهام إلا شراءها. يلا وين رايح؟ أقعد نتعشى بالأول. والله مالي نفس، بشوفك بكرة. خاطر، مع السلامة. صباح الخير مدام زيميتس. صباح النور محمود. انت شو نايمة لهلا؟ ما سمعتي؟ صار هرب. صار هرب؟ ايه محمود، صار هرب. اجا زميله لهون وقال لازم تروح جريدة. وينو هذا الزميل؟ راحت هلا جريدة محمود. كل شوي عم بعت انه واحد ما بيان غير انا وانت، اكيد الدور جاي عليك، لذلك انا بريت روح تتخبى بالمكان اللي متفقين عليه. محمود، بدي اياك تشتغل باقصى طاقه ممكنه، وانا على الساعه 4 راح ابعث لك شاب ياخذ لك شويه تومين ويجيب المواد من عندك. الجريد لازم تستمر بالصدور، عم تفهم يا محمود؟ وما تفتحش الباب غير لما بتسمع الاشاره اللي متفقين عليها. الله معك. الصهاينة يا رفيق عندهم مش مزح. بلغني عن مصادر موثوقة انه وزير الدفاع قرر عملية الاعتقال الداخلية، وقد وقع قائمة المرشحين للاعتقال يوم 4 حزيران، يعني قبل ان تقع الحرب ب24 ساعة. ومع هيك هم بيقولوا انه العرب غزوهم وانه الحرب فاجأتهم. هم كذابين، وهي سياستهم، بيتمسكنوا حتى يتمكنوا. والمشكلة الكبيرة
انهم متمكنين اصلا. الشيء الغريب انه ما حدش فهمان اشي، يعني حتى الناس اللي بتجي من برا كمان مش فهمان اشي، واحنا هون مثل ما هيك شايف صاير فينا مثل اللي بيضرب بالمندل. الله يا رفيق، اللي عم يصير اشي خطير. محمد اخلك، ايش الاخبار برا؟ خبرنا يا رفيق، ايش اللي عم يصير برا؟ ما حداش عارف اشي. الاذاعات العربية بتقول انه جيوش العرب طاحش بفلسطين ورح تلتقي بتل ابيب، والاذاعة الاسرائيلية بتقول انه جيشها خرب الدنيا وطاحش على مصر وسوريا والاردن. لا ضربوها ولا اشي، اصلا فيك تطل تشوفها اذا صار عليها اشي. هنا اذاعه الشرق الادنى وليس بقيه الانباء، اكد مراسلنا سيطره القوات الاسرائيليه على مدينه القدس وامام حزب من الصحفيين وعدسات المصورين. دخل وزير الدين وزير الدفاع الاسرائيلي وزير الزنزوريون رئيس الوزراء الى مدينه القدس القصيمه وقفا امام قائد مكتب المنصب العليم وهو القائد ايش طمنا، في اخبار جديده؟ قال ما فيش اخبار جديده. ما فيش اخبار جديده ولك ربع ساعه؟ احكي يا زلمه. قال سمع من اذاعه الشرق الادنى انه الطيران الاسرائيلي دمر سلاح الجو المصري بكامله وهو على الارض، والقوات الاسرائيليه عم بتقاتل عند مدخل رفح. هذا كلام مش معقول، مش معقول هالكلام. يعطيك العافية، حملت الجريدة كلها على كتافك هاليومين. أرجوك قولي إيش اللي عم يصير حوالينا برا؟ بصراحة أنا مش متأكد من أي شيء نهائيا. تقارير وكالات الأنباء ووسائل الإعلام متباينة لدرجة التناقض، بس في معلومة يبدو تقاطع الكل عليها وهي بتعطي مؤشر قوي لاتجاه الأحداث. وإيش المعلومة؟ يا سيدي المعلومة بتقول بأن الوزراء الإسرائيليين كانوا عم بتبادلوا الأنخاب بالكنيسة بمناسبة سقوط الجيش المصري، جيش جمال عبد الناصر. تبادلوا الأنخاب؟ إيش هدول انجنوا؟ فعلا في إشي ما عم بتصدق. يرجع من يومين بس الحاكمين والمحكومين كانوا مرعوبين لدرجة الهستيريا. أنا تشكلت عندي قناعة أن خوفهم ما هو مؤشر حقيقي. المؤسسة الإسرائيلية عم تنمي إحساس الخوف عندهم لتحقيق أكثر من هدف. ممكن كثير يكون اللي صار هو جزء من عملية تخويف متعمد لدفع الإسرائيليين لحتى يقاتلوا بشراسة تحت شعار الدفاع عن النفس ضد خطر الإبادة والإيهام العالم الخارجي بأن العرب بدهم يكبوهم بالبحر. يبدو يا محمود بأن الأمور عم تتجه لنهايتها. على كل حال هاي مواد عدد بكرة.
تسلم يديك. هالصوت جاي من إدارة السجن، كأنه أصوات ناس سكرانين. لا وأنت السادق، هي أصوات ناس مهسترين. إيش هالأصوات اللي عم بسمعها في الشارع برا؟ صرخات وأصوات، إيش في؟ الصراحة بعرفش إيش عم يصير، بس في إشي مش طبيعي. إيش لاحظت؟ بأول حرب كانوا مرعوبين، ما كنتش تشوف يهودي بالشارع، بس هسا المحلات فاتحة وحركة الناس أكثر من عادية. لما وصلت أول شارع طلعت من البناية العزاوي بنت صبية هجمت علي وبستني، قالت لي بالعبري إنها أقسمت تبوس أول زلمة بتشوفها بالشارع إذا تحقق حلمها. وأنت ما بتعرف إيش حلمها طبعا. بيقولوا إنه عبد الناصر بده لك خطاب بعد شوية. توكل على الله. وأقول لكم بصدق وبرغم أي عوان قد أكون بنيت عليها موقفي في الأزمة. كأني سمعت عبد الناصر عم يقول أيها الإخوة المواطنون. حتى لو كان عبد الناصر عم يلقي ختام، مش معقول اللي بإدارة السجن يتسمعوا عليه. يا أخي أنا متأكد الصوت اللي عم بسمعه صوت عبد الناصر، وأنا متأكد إني مش عم بسمع إشي. فإنني على استعداد لتحمل المسؤولية كلها، ولقد اتخذت قرارا أريدكم جميعا أن تساعدوني عليه. لقد قررت أن أتنحى تماما ونهائيا عن أي منصب رسمي وأي دور سياسي، وأن أعود إلى صفوف الجماهير وأدي واجبي معها كأي مواطن آخر. بسيطة مدام زينب، بسيطة. لا ما بسيطة محمود، شرطة مش كويس عشانه. محمود درويش، ايفو هيتا وشفو عشابا؟ ببايت. بلما لو بتخت لانو اتدلت امشي هيتا ببايت؟ لو بكبل ارخيم بزمان مرخما. بلما بتخت اخشف؟ عما هتسار عديف علها بايت. يا سيدي حتى لو كان الوعد اللي ورد بالتوراة بيصلح كسند عقاري لنسل ابراهيم، هدول المحتلين بلادنا اليوم يطلعوا برا وعلى راسهم بن غوريوم وجولدا مائير وابا ايبان، لانه كلهم مو من نسل ابراهيم، كلهم اوروبيين. يا رفيق محمد ما تتعبش روحك بهيك قصص فاضيه. فلسطين كان اسمها فلسطين قبل ما يجي ابراهيم جد العرب واليهود بالاف السنين، وهاد كلام الاساطير اللي بيطنطنوا فيه الصهاينه بيسوى نقله. الحقيقه مبينه زي عين الشمس، بس المشكله مش مين معاه الحق، المشكلة مين معاه القوة. هذا كلام صحيح، صحيح. مشكلتنا يا رفيق مش مع الصهاينة وبس، مشكلتنا مع الاستعمار اللي جابهم. صحيح. لما استعصت أسوار عكا بوجه نابليون سنة 1799 وجه نداء ليهود العالم، قال لهم فيه فرنسا بتقدم لهم إيدها، حاملي إيش؟ حاملي إرث إسرائيل. وهذا كلام نابليون، حاملي إيش؟ حاملي إرث إسرائيل وهذا كلام نابليون. فسارعوا بالمطالبة باسترداد حقوقكم بين شعوب العالم.
صحيح فكرتنا باليوم فشلت، لكنها ما ماتت. بعد 40 سنة محمد علي باشا قرر يوحد بين مصر وسوريا، فردوا عليه الإنجليز إنهم تبنوا فكرة نابليون، وباشروا فعلياً بإنشاء كيان لليهود بفلسطين. ليش؟ حتى يحطوا أسفين بين مصر وسوريا، حتى ما يصرش في المنطقة كلها كيان عربي له وزن. صحيح هو المشروع الاستعماري هدفه بلدنا فلسطين، لكن يا رفاق الهدف البعيد، الهدف البعيد هو احكي يا محمود، احكي مشان الله. هدول الاندال عم بيقولوا انه انهزموا الجيوش العربية وخلوا عبد الناصر يستقيل، مظبوط؟ مالك يا محمود؟ احكي يا زلمة. ايش بدي احكي؟ احكي الحقيقة، مالك يا زلمة؟ للأسف الحقيقة زي ما قلت بالضبط. يعني هزمونا وعبد الناصر استقال؟ هذا اللي بتعمله بروحك حرام. حرام والله العظيم، حرام والله العظيم حرام. ثلاث شباب زي الفل، ثلاث شباب من الناصرة لما سمعوا خطاب جمال عبد الناصر طقوا وماتوا. انت بتعرف ايش معنى ثلاث شباب يطقوا وموتوا؟ هاي مؤامرة والله واللي اسمه الله مؤامرة. انت سمعت الخطاب بدانك؟ سمعت جمال ما قالش انها مؤامرة؟ قال حكي زي هيك، قال كنا منتظرينهم من الشرق اجونا من الغرب، وانه العدو ضرب المطارات المدنية والعسكرية بوقت واحد، وانه القوة الجوية المستخدمة بتزيد 3 مرات عن قوته المعروفة. يعني مؤامرة والله واللي اسمه الله مؤامرة. خلاص يا محمد خلاص، خف على الشباب شوي، والله مش ناقصنا. ايش بضحكوا؟ شايفيني مثل برج بيزا المائل يعني؟ لأنه لسه الساعة ما صارت 10، واحنا مش متعودين نشوفك قبل هالوقت هون يا سميح. والله أنا جاي لالتقي الرفيق يوسف أمين الصندوق لأنه الإفلاس ضارب أطنابه. والله يا سيدي الرفيق يوسف راح البيت، قال ما عاد في إله لزوم نهائيا، لأنه المصاري اللي بالصندوق يدوب يشتروا يعني باكو شاي بسيطة. على العموم أنا عندي فرصة عمل ممتازة وبأمر عليكم من الوقت التاني. سميح لحظة، بدي اياك تعتبر ان هذا المكتب مكتبك، وامتى ما حبيت تيجي الباب مفتوح. أشوفك بخير. أشوفك بخير. بين ريتنا وعيوننا
ينحني ويصلي لإلهي في العيون العسلية بين ردة وعيوني بندقية والذي يعرف ردة ينحني ويصلي لإلهي في العيون العسلية. أذكر كيف التصقت بي وغطت ساعدي أحلى ضفيرة وأنا أذكر ردة مثلما يذكر عصفور غدير. مدة تقدمت بطلب للحصول على جواز سفر. أنا بتذكر وين كنت كل وقت؟ كنت بالحجر الصحي، كان معي مرض معدي. صخيت؟ نعم صخيت، لو ما صخيت ما كانوا أطلقوا سراحي من الحجر الصحي. لجنة كررت مشان طلبك من زمان، أعطي أوراق لموظف بعتك عندي. شكراً.